كروس جيردر وهكذا طول ما احنا ماشيين. الاسترينجر بكرر بقى تاني، المفروض ده كاميرا اي شايل ايه، شايل الاوزان بتاعة القطر نفسه. طيب الحاجة التانية، الكاميرا دي كاميرا سيمبل بيم، الاسترينجر سبانه قد ايه؟ ثلاثة لخمسة أربعة من واحد عشرة وثمانية من عشرة 1.8 دي السبيسنج ما بين السترينجر والسترينجر، من ثلاثة لخمسة الاسبانة أربعة والمسافة بين الكروس جيردر وبعضها. طيب زي ما الناس بتقول كده، انا بحط 2 سترينجر ما بينهم مسافة 1.8، يعني انا عندي 2 سترينجر بيبقوا شايلين السكة، السكة اللي هي القضبان والفلنكات والقطر والكلام ده، المسافة ما بين السترينجر والسترينجر 1.8، انما السترينجر بينقل احماله للكروس جيردر، وبالتالي هي كاميرا ساند على الكروس جيردر وكروس جيردر، فهي كاميرا ممكن اشتغلها سيمبل بيم او كونتينوس حتى مش هتفرق حاليا، انما الاسبان بتاعها هو عبارة عن السبيسنج ما بين كل كروس جيردر والتاني. احنا عندنا السبيسنج ما بين كل كروس جيردر والتاني ده بنسميه زي ما قلنا كده المحاضرة اللي فاتت ايه، يعني انا لو عندي الكوبري ده 30 متر، وانا ممكن اجيب دي عشان دي المسألة اللي احنا هنتكلم عليها، سواء نعمل شير سكرين. الشاشة دي باينة؟ لسه بتظهر يا دكتور. ظهرت يا جماعة ولا لسه؟ لسه يا دكتور. ظهرت يا دكتور. ده كوبري من اللي احنا رسمنا له لي اوت المره اللي فاتت، كان كوبري بوني سنجل تراك، اتفقنا ان انا عندي 2 السكه الواحده بتتشال ب2 سترينجر، فعندي 2 سترينجر المسافه اللي ما بينهم زي ما الباشمهندسه قالت ما بينهم 1.8، وهم اللي شايلين بقى الفلنكات والقضبان وكل الكلام ده. طيب الكلام ده يبان معايا في البلان اللي احنا كنا بنرسمه، الاسترينجر اللي هو انه واحد سترينجر اللي هي الكاميرا دي اللي ما بينهم مسافة 1.8، بتبقى كاميرا عبارة عن ايه، ساندة على الكروس جيردر لحد الكروس جيردر ومكملة كروس جيردر كروس جيردر، فهي كاميرا السبان بتاعها عبارة عن المسافة بين كل كروس جيردر والتاني اللي هي كام، يعني لو حد فاكر في المسألة دي كنا بنقول المين جيردر ده 30 متر متقسمة لستة بانيلز، فيبقى 30 على 6 يبقى انا البانيل الواحدة 5 متر، هي دي الايه. يبقى انا في المساله دي انا بتكلم على سترينجر السبان بتاعه الاي اللي هي بخمسة متر. طيب كل اللي احنا عايزينه، عايزين مع بعض كده نبتدي نفكر مع بعض ايه هي الاحمال اللي ممكن السترينجر يبقى شايلها. دي المساله على فكره اللي انا رسمت لها اللي اوت وهكرر الداتا بتاعتها، سترينجر السبان بتاعه 30 متر متقسم لستة بانل، يعني الـ A 30 على 6 ب 5 متر، عايز اشتغل على ستيل 44 ومحتاج اصمم السترينجر بتاعي. الكوبري ده نوعه ايه؟ كوبن ده سنجل تراك وبوني بريدج. طيب اول حاجه نيجي نفكر، هو السترينجر شايل ايه؟ ما هو في ديد لود وفي لايف لود، اللايف لود دايما هو القطر. طب الديد لود، الديد لود ممكن الناس تيجي تقول لي الكام اليمنت اللي مكتوبين ده عبارة عن وزن السكة، وانا لما بتكلم على سكة انا بتكلم على قضبان وفلنكات، فالقضبان بالفلنكات بالاوزان دي ده الوزن التقريبي ليها حوالي 600 كيلو. طب انا عندي دايما بيبقى فيه 2 سترينجر شايلين سكة واحدة، يبقى كل سترينجر شايل نص سكة، يعني شايل 300 كيلو على المتر الطولي. طيب في ايه كمان؟ في سترينجر بريسنج موجود، ما هو اوزان البريسنج ده في الاخر الاون ويت بتاعه هيبقى رايح على السترينجر، وده رينج الرقم بتاعه من 20 ل 25 كيلو، والاون ويت نفسه بقى بتاع السترينجر، والاون ويت بتاع السترينجر ده رقم الافريج بتاع القطاعات بيبقى من 100 ل 150 كيلو، فتلاقي نفسك
والصوت فصل تقريبا يا دكتور. شكل الدكتور طلع من المحاضرة عنده. معلش يا باشمهندسين معرفش الجهاز صوت واصل تمام يا دكتور. واصل شاشة بانت بتظهر. ايوه كده صح. طيب بتلاقي نفسك في الكام سطر اللي في الاخر اللي انا بتكلم عليهم دول، بنتكلم ان انت عندك توتال الاوزان اللي موجوده على الديد لود، وزن قضبان وفلنكاته ده ثابت 300 كيلو، قلنا السكه كلها 600، كل سترنجر يشيل النص. وزن السترنجر بريسنج اللي هيجي على السترنجر الواحد افريج من 20 ل 25، الاون ويت بتاع السترنجر من 100 ل 150. الارقام دي فيها حاجه بتتغير؟ تقريبا ليها لو انت بصيت ليها رينج ثابت، يعني لو انت اشتغلت على الرينج الكبير ان 300 واكبر وزن البريسنج 25 والسترينجر ده كان قطعه كبير شويه ف150، تلاقي الكلام ده وصلك 475. ولو اشتغلت على الرينج الاقل شويه تلاقيها 425. عشان كده احنا بنتكلم ان التوتال الاوزان الديد لود اللي بتبقى موجوده على السترينجر الى حد ما تكاد تكون ثابته، رقم من 425 ل 475 كيلو على المتر. وكل اللي عليك ان انت تيجي بقى والله تقول لي والله ادي السترينجر بتاعي كاميرا سيمبل بيم، السبان بتاعها ايه والايه بتاعتي دي اللي هي 5 متر زي ما احنا قلنا، 30 متر متقسم ل 6 باكيات، وتقوم رايح حاطط عليها قيمه الحمل الموزع اللي انا فرضته هنا بوينت 4.75، وتطلع من الكلام ده مومنت وشير، بس انا هسميها ام ديد لود وكيو ديد لود لان ده مومنت وشير بس جاي نتيجه الديد لود. دبليو اي تربيع على 8 وW في A على الاثنين، الـ A اللي طبعا اللي هي السبان اللي هي الـ L بتاعتي. الكلام ده فيه مشاكل؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب نيجي بعد كده نتفاهم، امال ايه هو اللايف لود؟ هقول لك اللايف لود ده عباره عن وزن القطر. طب مين اللي بيقول وزن القطر؟ ده الرسمة اللي قدامكم في الأول دي اللي عبارة عن أربع أحمال مركزة وحمل موزع، ده الأحمال بتاعة القطر طبقا لكود الأحمال. ده مش كود ستيل، ده كود الأحمال. أي حاجة ليها علاقة بالأحمال أخد الأحمال بكام. في عندنا كود اسمه الأحمال، لو في شابتر بتاع كباري السكة الحديد لو فتحته هيقول لك والله اعمل الديزاين بتاعك للكوبري إنه يشيل الأحمال دي. ثلاث أحمال مركزين، المسافة بين المركز والمركز 1.6، ويمين وشمال حمل موزع المسافة 8، قيمة الحمل الموزع 4 والمركز 12.5. ولو فتحت الكود هتلاقي ممكن يبقى كاتب بدل ال 12.5 ده 25 وبدل ال 4 8، يعني الضعف، ويقول لك ان ده الاكس لود. الاكس لود يعني ده حمل المحور بالكامل. انما اللي انا رسمه ده ممكن نقول ان ده حمل العجلة، ما هو المحور اللي هو الاكس سند على عجلتين، فلو عايز حمل العجلة اقسم على الاثنين، عايز محور الاكس خده كله. فاللي انا مرسوم قدامكم ده حمل العجلة الواحدة بتاعت القطر، مش الاكس بالعجلتين كاملين. طيب ايه المشكلة دايما؟ دايما على فكرة كل الفكرة في الترم ده، في الفكرة انت هتحسب اللايف لود ازاي؟ دي جايز دايما الخطوة الاطول في اي مسألة وفي اي درس. طب ايه المشكلة؟ ان ده حمل لايف لود بيتحرك، وبالتالي هو القطر مكانه فين في الكوبري؟ مكانه في كل حته، ما هو بيجيب الكوبري وبيمشي من اوله لاخره. وبالتالي الحمل ده اللي هم الاربع احمال مركزين والحمل الموزع اليمين والشمال هيبقى مكانهم فين على الاسترنجر اللي هي الكاميرا السيمبل بيم اللي سبانها 5 متر؟ وارد يحصل اي حاله تحميل، كل حالات التحميل ممكن تحصل. طب ايه دورك دايما في اللايف لود؟ ان انت تدور لي وتقول لي ايه هي في وجهة نظرك حالة التحميل اللي تدي لك اقصى ستريننج اكشن. يبقى ده عشان حمل بيتحرك ووارد يبقى في اي حتة، دورنا دايما في خطوة اللايف لود ان احنا ندور كده ونفكر يا ترى انهي حالة اللي تدي اقصى عزل او اقصى شير
علشان يبقى دي اللي احنا هنصمم عليها، فنضمن ان الاسترينينج اكشن اللي طالعه مفيش ايا كان مكان القطر بعد كده عمرها ما هتزيد عن القيم دي، فيبقى دايما القطاع بتاعك سيف. حد ممكن بقى يفكر معايا احط الاحمال ازاي؟ انا الاحمال القطر 4 مركزين وحمل موزع. طب دايما المبدأ يا ترى احط الحمل الموزع ولا ترى احط الحمل المركز؟ لا طبعا اول حاجة نبقى متفقين عليها الحمل المركز اتقل بكتير. يعني انت لو اخدت الاربع احمال 12 ونص وسيحتهم على الحتة اللي موجودة 3 احمال 1 و8 و8 من 10 يمين و8 من 10 شمال، هتلاقي نفسك اكتر من الكلام ده بالضعف. اذا دايما تفكيرك في الكاميرا ان انت على قد ما تقدر تحط احمال، حط احمال مركزه. وانا بقى بتكلم بحاله عامه، يعني ايه؟ يعني انا عندي الاسترنجر بتاعي وارد يكفي حسب بقى الاسبان بتاع الاسترنجر، احنا بنتكلم على اسبان الاسترنجر في المساله دي 5 متر. طب انا وارد لما اجي ابص الاقي والله الكاميرا بتاعتي كفت ان انا احط حمل واحد ولا حملين ولا الثلاثه ولا الاربعه، هينفع يحطهم؟ والله كل الحالات اللي تيجي في دماغك المفروض والطبيعي ان انت تجربها، وكل مره تروح تحسب مومنت وتنقي في الاخر المومنت الكبير وتقول لي هو ده المومنت الكبير اللي انت المفروض تروح تصمم عليه. بس بشرط ان انت لما تجرب اي حاله تحميل ما تجربش حاله تحميل تبقى ان لوجيك. يعني مثلا ما حدش يجي يقول لي انا هجرب انت السترينجر بتاعك سبانه 5 متر، تعال نجرب نحط حمل واحد مركز اللي هو 12 ونص في النص، اقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الكاميرا دي سبانها 5 متر، هتحط حمل مركز في النص بقالك يمين وشمال مسافه 2 ونص و2 ونص. هو عندك في حته في حاله التحميل في مسافه توصل ل2 ونص فاضيه؟ ده انت عندك المسافه بعد المركز والمركز بعد 1.6 يخش لك كمان حمل. يبقى لازم حالات التحميل اللي انت بتجربها تبقى حالات تحميل لوجيك. طيب انا هنا جربت ايه؟ انا هنا قلت والله انا هبتدي بالترتيب، تعال نجرب نحط حمل مركز واحد. فقلت لي انت الاسترنجر بتاعك 5 متر، هتحط حمل مركز في النص يتبقى لا ما ينفعش، ما هي لو زادت عن 1.6 في حمل مركز تاني هيخش. فروحت شاطر كده وقلت الحاله دي ما ينفعش اجربها اصلا، سيبها. طب انا عندي ايه تاني؟ طب اقول لك تعالى نجرب نخليهم حملين. طيب السؤال لما تيجي تحط حملين على الكاميرا هنحطهم فين؟ هنخليهم في السنتر لاين متوسطين ولا اخبارهم ايه؟ حد عنده اجابه للسؤال ده؟ يعني حمل واحد ما تلخبطش، لو عندك حمل مركز عايز تحطه على كاميرا عشان تديك اقصى مومنت بتحطه في النص. طب لو عندي حملين، حد خدها قبل كده في الاستراكشر؟ حد بيقول حاجة يا جماعة؟ طيب في الاستراكشر بيقول لك الأحمال مفيدة ليه؟ تلت الاسبان. لا ده ما تديش أقصى عزم، في حالة تدي أقصى. الحالة دي تدي إيه؟ كاستراكشر قال لك لو انت عندك احمال، وعلى فكره دي مش حملين وده اي احمال، لو انت عندك شويه، يعني القاعده اللي انا بقولها دي قاعده استراكشر تمشي على اي عدد احمال. لو انت عندك شويه احمال مركزه وبتقول لي احطهم فين على الكاميرا بحيث يديني اقصى عزم، ما بيتنصصوش، ما بيتحطوش في التلت يمين زي شمال، مش سيمتري لا خالص. امال ايه؟ قال لك زي الخطوه اللي في الاول كده، انت عندك حملين، كل حمل 12 ونص، المسافة بينهم كام؟ 1.6. أول خطوة أقول لك روح احسب لي المحصلة. طب هنا سهلة، إذا دول حملين قد بعض فالمحصلة اللي مرسومة في النص دي هتبقى التوتال بتاعها 25 طن، فالضعف ومكانها هيبقى في النص. يعني لو المسافة بالمركز المسافة هتبقى في النص 1.6 يعني 8.8 و8. طيب ده اول حاجه بتحسب. بعد كده على فكره لما بتكلم وبقول اقرب قوه ليها انا بتكلم على حاله عامه في الاستراكشر، انما هنا طبعا بما ان الحملين قد بعض فاقرب قوه لي يمين زي شمال، ولكن جرت العاده يعني بنظرنا كده دايما المعتاد ان انا اخد القوه اللي على الشمال.
طيب المسافة بين المحصلة والقوة اللي على الشمال دي قد ايه؟ 8 من 10. انا هروح اقسمها 4 من 10 و4 من 10. قال لك السنتر لاين بتاع التنصيف ده خليه هو نص الكاميرا، فلو الناس بصت انا عندي قوتين 12 ونص، مكان المحصلة بيبقى في النص. 1 و6 تتقسم 8 من 10 يمين و8 من 10 شمال. هقسم 8 من 10 اللي هي المسافة ما بين المحصلة والقوة اللي على الشمال، يبقى 8 من 10 دي اتقسمت 4 من 10 و4 من 10. الخط المنقط اللي انا منزله ده هنخليه هو ده النص بتاع الكاميرا، يعني الكاميرا 5 متر 2.5 يمين و2.5 شمال، ونزل بقى القوتين ال 12.5 وحطهم في المكان بتاعهم. يبقى المسافة هتفت السنتر لاين على اليمين او على الشمال بتاع المفصلة؟ ما انت قلت لك بقى، انت بالمفروض القاعده بتقول لك نصف المسافه ما بين المحصله وقوة ليه، فانت بتقول لي القوه الشمال قد القوه اللي على اليمين، نصف اي حاجه. انا هنا نصفت على الشمال، اللي هينصف المفروض القاعده العامه ارقام كبير من نصف ما بين الكبير والمحصله، مش كبير طبعا الكبير، لان هو القاعده خلينا نقول اقرب قوه للمحصله. طبعا بايولوجيك لو قوه كبيره وقوه صغيره المحصله بتروح حمه الكبير، فبتبقى اقرب قوة كبيرة. دي كيس مش هتقابلك عندنا في المنهج، لان احنا بنتكلم على احمال قطر الاثنين قد بعض، فدايما المحصلة هتطلع في النص. فالمسافة اللي هتنصفها بين المحصلة وما بين القوة الشمال زي اليمين، انا بقول لك جرت العادة بس ان احنا بنشتغل شمال. تمام يا دكتور. يبقى عندك المسافة اللي هي الاربعة من عشر دي، حد فاهم هي جت منين؟ دي المسافة ما بين نص الكاميرا لحد القوة ال 12.5. هقول تاني جت منين؟ ما بين القوتين كان 1 و6، قلت لي احسب المحصلة في النص 8 من 10، نصف ال 8 من 10 اللي هي المسافة ما بين المحصلة والقوة، يبقى 4 من 10 و4 من 10. خلي الخط بتاع التنصيف اللي انت نزلته ده هو نص الكاميرا. ولو المسافة ما بين الحمل والحمل 1 و6، شيل منهم ال 4 من 10 الاكسنتريستي اللي انا عملتها دي، يتبقى 1 و2. ولو انا بقول لك ده نص الكاميرا، يعني نص من 1 و2 يتبقى 1 و3، وشمال 2.5 شيل منها 4 من 10 يتبقى بقيتها. ولو شلت ال 4 من 10 يتبقى كام؟ 2.5 من 4 من 10 يتبقى 2.1 من 10، صح؟ صح يا جماعه ولا انتوا مش معايا اصلا؟ تمام يا دكتور. طيب جميل، يبقى ده الشكل. يبقى انا حطيت الفورسين الاثنين فورس، التو فورسز بتوعي، المسافه اللي على اليمين اتبقت 1 و3، اللي على الشمال اتبقت من بعد ال 4 من 10 2.1 من 10. طب هتعمل ايه بقى؟ هرجع اقول لك، هو ينفع ادخل قوه ثالثه ولا ما ينفعش؟ احنا ماشيين بالترتيب، انا جربت ان انا احط قوه مركزه واحده، قلت لي لا ما تجربش، ما ينفعش. ليه؟ لان الاسبان 5 على فكره في مسائل تانية هينفع، يعني لو انا جيت قلت لك سترينجر اسبانه 3 متر تقول لي انا هحط قوه مركزه واحده في النص يبقى 1.5، لان اقرب حاجه عندك على بعد 1.6 احمال مركزه. يبقى انا هجرب احط حملين، بس خلي بالك لما نحط الحملين هيتحطوا بالطريقه اللي انا قلتها، هما مش طول عمر الحملين ما بينهم مسافه 1.6، طول عمر المحصله هتبقى على بعد 8 من 10. كده احيانا الناس بتنسى الخطوه اللي هي اصلا استراكشر، وتلاقي الناس حافظاها على طول، يقول لك انا لما اجي احط حملين مركزين على السترينجر الحمل المركز هيتشفت 4. نتكلم على ابعاد ستاندرد. طيب انا اتفقت ان انا خلاص حطيت الحملين على، عملت اكسنتريست 4 من 10 وحطيت الحمل اليمين والمسافه، لو لقيت ينفع يخش حمل ثالث تقول لي يبقى انا هجرب كمان ان انا احط كام حمل، 3 احمال. طيب المسافه اللي على اليمين 1 و3 تكفي تخش حمل؟ لا خلاص،
طب المسافة اللي على الشمال 2-1. ده انا عندي كمان حمل مجرب 3 احمال مركزة على الكاميرا. بس قبل ما اجرب هتلاقينا عملت حالة تحليل تانية. هقول لك مجايز الحملين اللي احنا حطناهم دول الحملين اللي على الطرف يمة الشمال. فالحمل يعني كأن برسم الحمل اللي فوق ده، هما 4 احمال مركزة، ادي منهم 2، التالت على اليمين بعد 1-6 طلع بره الكاميرا فمش عايزه. اللي على الشمال حمل موزع بعد 8 من 10، فروحت ايه خطه. عندي فهم حاجة؟ لا استاذر حاجة تاني كده يا دكتور. تاني ايه السيكونس اللي انا بعمل ايه؟ انا بجرب مرة احط حمل مركز، مرة حملين، مرة 3، مرة 4. جميل؟ تمام؟ تمام. طيب كل مرة لو الحالة دي مش لوجيك وما تحسبهاش. يعني ايه لوجيك ومش لوجيك؟ الحمل المركز هيجي كمان واحد مركز بعد، وهيجي له حمل موزع بعد 8 من 10. فما ينفعش تسيب لي مسافة فاضية، لان كل اللي بيحصل الا انا عملته، انا شلت حالة الاربع احمال والاثنين الموزعين اللي هو حالة التحميل بتاعة القطر اللي فوق، وكأني بشيلها وبحط اشوف الكاميرا هتكفي منها قد ايه. انا جربت حطيت حملين، اتبقى مسافة على اليمين واتبقى مسافة على الشمال. لو لقيت المسافة اكبر من 1-6 معنى كده ان الكاميرا دي كمان تكفي تاخد حمل تالت، فهتلاقي كمان ترايل رقم 3 وهتخليتهم 3 احمال. طب ارمي الترايل دي ولا مرميهاش؟ لا، وارد اعمل ايه؟ وارد اجي عن بعد 8 من 10 واملى حمل ايه؟ حمل موزع. كأن الحتة ثواني بس، عشان الحته المتبقيه اكبر من 1-6 يا دكتور. اقول لك ثواني بس، معرفش الجهاز عمل كده ايه. كان الحته اللي انا واخد ده ولا مش باين؟ المربع الازرق باين، كان هي دي الحته اللي انا اخدتها وحطيتها على الكاميرا. حملين مركزين وشمالهم حمل ايه؟ موزع. يبقى انا بعد ما حطيت الاحمال المركزة فكرت الحمل اللي جاي على اليمين المركز بعد 1-6، انا المسافة باقية 1-3 خلاص ده طلع بره. طب الحمل اللي جاي على الشمال 8 من 10 حمل موزع، رحت حاطط بعد 8 من 10 ومكمل حمل موزع لحد اخر الكاميرا. دكتور لو سمحت، هو ال 12.5 ده على حسب انا دبل ولا السنجل ولا ده ملوش علاقه؟ واجيه ده في الاخر، بس لو تصبر عليا اقوم قايل دي. هو ينفع الكاميرا تكفي؟ احنا جربنا حملين مركزين، ينفع تجرب 3؟ والله هنجرب 3 احمال مركزة، المسافة 1-6 و1-6، والاسبان كله كان 5 متر. فالخمسة من 1-6 و1-6 يتبقى لك 9 من 10 يمين و9 من 10 شمال. سؤال، هل يكفي 4؟ يعني ممكن ادخل الحمل الرابع؟ الحمل الرابع بيخش قد ايه؟ 1-6. المسافة اللي على الطرف اللي موجود عندك لاخر الكاميرا 9 من 10، تكفي؟ لا ما تكفيش. طب تكفي حط موزع، والموزع في الاحمال فوق بيجي بعد مسافة كام؟ 8 من 10. طب المسافة دي كام؟ 9 من 10. يعني بعد 8 من 10 ممكن ارجع احط حتة حمل ايه؟ موزع. طب احط موزع يمين واحط موزع شمال برضو بعد 8 من 10؟ لا ما ينفعش، ما انت اصلا ما وصلتش للحمل المركز الرابع. لان التاني انا باخد الحتة اللي تنفع، يعني كأن انا باخد الحتة دي هي اللي انا حطيتها على الكاميرا. فالحمل اللي عليه الدور على اليمين ده الحمل المركز اللي بعد 1.60 متر، والسبعة دي حمل مركز. فمحل ما نجيش الاقي حد حاطط حملين وحاطط موزع يمين وموزع شمال، عمرها ما تيجي.
انا ممكن زي ما عملت كده بنا واخد حملين مركزين وموزع في يمة او ثلاثة وموزع في يمة، انما اتنين وموزع يمين وموزع شمال دي ما تجيش، مع عمرها ما تحصل، لان حالة التحميل اصلا اربع احمال مركزة وموزع يمين وموزع ايه شمال. طب يا دكتور آه. انا ليه ما استعملتش القاعده اللي هي العامه اللي هي ان انا احرك الاحمال علشان ابقى اقصى عزم دي في لما في حاله ان انا استخدمت ثلاث احمال راسيه؟ جميل، ده السؤال اللي انا كنت لسه هساله. انت ليه لما جيت حطيت ثلاث احمال رحت حطيتهم في النص؟ على فكره انا اشتغلت القاعده اللي انا قلت عشان دي قاعده عامه، ده مش هزار. عندك ثلاث احمال عايز تحطهم في نص الكاميرا، انا قلت لك اعمل ايه بقى؟ اول خطوه احسب محصله، صح؟ محصلة الثلاث قوى دي فين؟ تبقى في المنتصف منطبقة على القوى اللي في النص، صح؟ تمام. طب تاني خطوة أقول لك شوف المسافة ما بين المحصلة وما بين أقرب قوة ليها ونصفها. طب ما هم أصلا طالعين على بعض، كنا بنشوف المسافة بين المحصلة وأقرب قوة، المسافة دي نصفها ونقول هي دي نص. أنت عندك المحصلة طلعت أصلا فوق الإيه؟ فوق القوة، فروحت حطت هي دي اللي هي نص الكاميرا. ففكرة ان انت عندك ثلاث احمال محطوطين متسنطرين في السنتر لاين كده، انا طبقت القاعدة اللي انا قلتها في رقم اتنين، بس كل الفكرة ان المحصلة طلعت منطبقة على الايه؟ على القوة. وصلة ولا مش وصلة؟ لا تمام، مش وصلت يا دكتور. كل مرة من اللي انت عملتهم دي بتطلع مومنت. انت بقى والمسألة بتاعتك ممكن السترينجر يبقى 3 متر، فتقول لي والله انا اجرب احط حمل واحد، اقول لك ماشي. طب خليهم اتنين، ماشي. طب خليهم تلاتة، الكاميرا مش مكفية. خلي بالك ان تلات احمال اصلا ما بينهم مسافة واحد وستة، واحد وستة يعني عايزين كاميرا تلاتة واتنين من عشرة. فعايزين كاميرا 3 و2 من 10. طب انا الاسترنجر في ما هو ايه اللي هيتغير في المساله؟ يعني ايه الداتا اللي هتتغير في المساله؟ السبان بتاع الاسترنجر ده سبانه 3 متر، ده 4 متر، ده 5 متر، ده اللي بيتغير في المساله. وبالتالي الاسترنجر كف احط حمل واحد ولا حملين ولا 3 ولا 4، ده اللي بيتغير في المساله. فانت تاني اهو بتجرب، حط حمل واحد، طبعا حمل واحد تاني على سترينجر 5 متر مش منطقي تجربه اصلا، لان غصبا عنك 5 متر بعد متر وستة من عشرة في حمل مركز لازم يخش. فروحت مش هطبه اصلا، قلت مش هجرب الحالة دي، حطيت حملين ورحت راسمهم، ينفع اجربهم؟ لقيت مسافة على الطرف متر 30، طيرت للحمل الموزع الثالث، المسافة اللي على الشمال 2.1، رحت حاطط فيها حمل موزع. بس جه في دماغي ما دام هي 2.1 اكبر من متر 60، يبقى الكاميرا دي تكفي ان انا احط ثلاث احمال مركزين. حطيت ثلاث احمال مركزين، هل المسافه اكبر من متر 60 اجرب اربعه؟ لا ما تنفعش، فما تكفيش اربع احمال مركزه. طب اكبر من 8 احط حمل موزع؟ اه ممكن اكبر من 8 احط حمل موزع، بس خلي بالك بكرر تاني، لما تحط حمل موزع على بعد 8 ما تحطهوليش يمين وشمال، هو يمين بس او شمال بس. الحالة الوحيدة اللي يتحط يمين وشمال لما تبقى خلاص حطيت الاربع احمال المركزين بتوعك. ودايما في الغالب، في الغالب اللي بيدي احمال اكتر في الغالب بيبقى الحالة اللي فيها احمال مركزة اكتر. ودايما الميزه عندنا في المنهج اللي احنا بنتكلم عليه ان انت لما بتجرب حالتين ثلاثه ارقامك بتشيك على بعضها. فقلنا دايما في رابعه انت بتبقى طالع وتقول لي انا حليت الامتحان صح، الارقام بتاعته مظبوط عليه، لان انت جربت الحاله الاولانيه المومنت كان طالع 24، الحاله الثانيه المومنت 26 وشويه. دايما هتلاقي الفروق ما بين الارقام فروق قريبه من بعض. ماشي، انا بكرر هنا تاني، كنت بقول لك طب تعالى نحط اربع احمال، وبعدين زي ما الناس شايفه كده اربع احمال اصلا ما كفتش في الكاميرا، الكاميرا ما يجيش فيها اربع احمال ايه مركزين. طيب في مشاكل
ازاي انا جربت عشان اوصل لحاله التحميل اللي تدي اقصى مومنت. اي حاجه تاني ولا اكمل؟ في أسئلة يا جماعة ولا كمل؟ تمام يا دكتور. لو نتفق الثلاثة متر يا دكتور وحطينا حمل في اللي هو حمل واحد، هنحط من يم حمل موزع ومن يم التانية مش هنحط حمل موزع، هتقف على القمة بتدور على أقصى عزم، بتدور على أقصى عزم، وبالتالي على قد ما تقدر تحط أحمال حط أحمال. فأنت بتيجي تقول أنا هحط حمل مركز واحد والسترنجر 3 متر، يعني باقي متر ونص ومتر ونص. طبعا تاني انا بحط على قد ما اقدر احط احمال، احط احمال وانا بقول لك ان الاحمال الثقيله المركزه، على قد ما تقدر تحط احمال مركزه حط، ما عرفتش تحط مركز كمل بموزع. يعني انت هتيجي تقول له والله انا هاجي اجرب حمل مركز واحد في النص، يبقى 3 متر دي 3 متر دي اتقسمت 100 متر كمان موزع كمان مركز قصدي، لا ما فيش. طب خلاص، طب اسيبها كده ولا احط كمان موزع؟ ما انت عايز اقصى مومنت، اشوف بقى لو معاك مومنت تحط احمال على قد ما تقدر. المتر ونص اللي باقيه دي بعد 8 من 10 ممكن تحط حته حمل موزع. تمام معايا. يبقى انت المبدا بتبتدي بحمل وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4، طول ما المسافات اللي بتيجي على الاطراف اكبر من 1.6 بتقولي لا انا هجرب ازود كمان حمل، هجرب ازود كمان حمل. طيب الحمل خلاص زي المساله اللي في الاخر دي اللي هي الحاله الكسر رقم 2، ده اقصى 3 احمال انا عرفت احطهم، المسافه يمين وشمال مش مكفيه متر 60، اقول لك لو زادت عن 8 من 10 احط موزع. فلما تزيد عن 8 من 10 ارجع حط موزع. واللي انا كنت بقوله لك في كيس واحد وكيس اتنين ده اللي انا كنت بشرح لك فيه، تأثير وجود حمل مركز ثالث بيبقى اكتر من ان انت هتحط احمال موزعه. عشان كده انا بقول لك انا لو انا بحل المساله دي ممكن ما اجربش كيس واحد واعمل كيس اتنين. فطول ما انت الكاميرا تقدر تشيل كمان احمال مركزه حط. طب ده اخرها ثلاث احمال مركزين، ابتدي فكر لو في حمل موزع حط. تمام يا دكتور. تمام. كل مره انت فكرت فيها وحسبت مومنت طلعه، ادي مومنت ادي مومنت ادي مومنت كلهم كام؟ واحد طلع 24 واحد. انا هنا في المساله دي قعدت بقى افكر تاني اقول الله، طب ما جايز الكف 4، ادي 4 ايه احمال، وانت مش قلت لي هو الاربع احمال يتحطوا ازاي عشان يدوا اقصى مومنت. انا عاوز بقى نجيب محصله الاحمال ما بينهم هتبقى في السنتر لاين. ليه؟ طبعا انت ممكن في المساله تلاقي نفسك انا عمال اعمل كل الكيسز اللي ممكن تقابلك، فدخلت في كيس 2 وكيس 3 وكيس 4، انما انا لو بحل مساله انا دايما انا هبقى شاكك كاحمد كيس 2 هي اللي ممكن تديني اكتر. طب انا كيس 4 ممكن تجيبني؟ ما انت لو هتحطهم ما يتوسطنوش. بكرر تاني، اقصى الاربع احمال عشان يتحطوا على كاميرا يدوك اقصى مومنت ما تتحط السنتر، احسب محصله، المحصله في النص زي ما هي مرسومه، نصف المسافه ما بين المحصله واقرب قوه ليك يمين زي شمال، وقلت لك جرت العاده ان انا بشتغل شمال انا متعود اشتغل كده. فالمسافه 8 من 10 دي تتقسم 4 من 10 و4 من 10 هي دي اماكن الاحمال. فلما جيت احط طمع الكاميرا لقيت في حمل طلع بره مش مكفي، فرحت مدلت الحاله رقم 3 قلت ما تنفعش. رجعت تاني علشان ما حدش يجي، انا في بعض الكيسز عاملها كده عشان ما حدش يسال يقول لي طب ما اربع احمال المسافه 1.6 1.6 1.6، ثلاث احمال في 1.6 بكام؟ 4.8 يمكن، صح؟ واحد يقول لي طب ما تكفي احط اربع احمال مركزين. خلي بالك ان حطيتهم كده متسنطرين مش دي الحاله اللي بتدي اقصى عزم، ولكن رغم ذلك اديني جربتها، جربت اربع احمال مركزين، اتبقى حته 1 من 10 وواحد من 10.
معلش يا جماعه دقيقه واحده ثواني. معلش يا جماعه، فانا برضو جربتها حاله رقم 4 دي، حطيت لكم الاربع احمال متسنترين اثباتا ان هي ما ادتش مومنت كبير ولا حاجه، مديها مومنت 22.5. تاني انا لو بحل المساله دي، لو بحل المساله دي انا متوقع ان الناس على الاقل تبقى هتعمل حاله رقم 2. اقول القاعده تاني، حط حمل مركز، حمل مركز واحد يتحط في نص الكاميرا، المسافات اللي على الاطراف زادت عن متر 60 قول لي الحاله دي بلاش، خليهم حملين، هتجرب حملين، المسافات اللي على الاطراف طلعت متر 30 و2 متر واحد. انا توفيرا للوقت هقول لك حاله رقم واحد ممكن ما تعملهاش، تقول لي لا ده الكاميرا دي تكفي ثلاث احمال، هتحط ثلاث احمال، المسافات اللي على الاطراف 9 من 10 و9 من 10، اكبر من طول ما انت المسافه اللي على الطرف بتزيد عن متر 60 الغيها ودخل حمل كمان مركز زياده. يبقى انت جربت حمل 2 3 4، كل ما تحط حاله تحميل لقيت المسافه اكبر من متر 60 قول لي لا زود كمان حمل خليهم 2، المسافه اللي اكبر من متر 60 خليهم 3 احمال، المسافه اللي على الاطراف تجيب اكتر حط خليهم 4 ايه احمال. طب انا في المساله دي لقيت اكبر حاجه انا عارف احطها 3 احمال، ارجع اقول لك بقى فكر في الموزع، لو المسافات اللي على الاطراف يمين وشمال زادت بقى عن 8 من 10 حط حمل. حد كان بيسأل حاجة؟ حد كان عايز يسأل في حاجة؟ أنا بكلم. لا تمام يا دكتور خلاص. لازم نشيك في حالة طيب. الأربع أحمر الكونسنتريتد يا دكتور. لازم تجرب، ما انا بقول لك هي بتبان معايا من حطه الثلاث احمال، الثلاث احمال لما حطيتهم المسافات اللي على الاطراف زادت عن متر 60؟ لا ما زادتش. غالبا اربع احمال مش هتكفي. يعني بس انا لازم اجربها وانا مش لازم يعني اكتفي بهالحاله 2 بس. خلي بالك ان احنا اصلا في التجربه عمالين نقول احسب محصله، انما وانت لما يجي لك اربع احمال مش هم هيبقوا نفس الاربع احمال بنفس المحصله اللي في النص؟ بنفس المسافة الواحد وستة فالمحصلة تطلع في نصها 8 من 10، فتنصف المسافة فتطلع 4 من 10. يعني الحسبة اللي انت عمال تقولها دي اصلا كده كده حطت الاحمال محفوظة، انت بتيجي من عند السنتر لاين وتعمل اكسنتريست 4 من 10 وتحط ادي اول حمل، بعد متر 60 حط التاني، بعد متر 60 حط التالت، بعد متر 60 حط الرابع، وبالتالي انت ممكن تقول لي هو ايه اصغر اسباني كف حط الاحمال، تعرف تجاوبني على السؤال ده؟ هيبقى الخمسه ونزود عليها كام؟ هو انت عندك انت متزحزح 4 من 10 يبقى 5 و4، فبقيت المسافه 20 صح؟ المسافه دي من السنتر لحد ده متر 20، وكمان متر و6 من 10 عشان ادخل الحمل اللي جاي ده، يبقى كده متر و8. بس عايز الكاميرا تبقى اكبر او السنتر لاين بتاعها اكبر من 2.8 عشان تكفي احط 4 احمال. تمام، انا قصدي بقى الحاله اللي هي كيس 4 اللي هي 4 احمال بس مش في اقصى حاله عزل. لا انا بقول لك انا 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 يمكن بقعد شوف، ما اقدرش اقول لك اي حاله تحميل تشك فيها جربها واحسب بنفسك، ولكن انت لو بتقول لي على امتحان اجرب ايه واعمل ايه، فانا قلت لك اللي غالبا 99% اللي هيظبط معاك المبدا اللي انا قلته لك، خليك دايما على احمال مركزه محطوطه زي ما انا قلت، جرب حط حمل ما ينفعش، جرب 2 ما ينفعش، جرب 3، ودايما عينك على المسافات اللي على الطرف، لما تزيد عن متر 60 جرب اللي بعده، ما زادتش عن متر 60 ما تجربش. تمام جدا، شكرا لك. طيب بعد كده انا قلت لك وانا عمال احسب مومنت احسب مومنت، هي الكاميرا دي ما لهاش شيء، يعني انا المفروض ارجع لورا زي ما حسبت المومنت تحسب شير؟ لا ما بنحسبش. ليه؟ لان انت لما تتكلم على شيرنج فورس في حالات تحميل تانية اصلا بوضعية احمال تانية هي اللي تدي اقصى شير،
مش انت لما تيجي تعمل ديزاين للتشيك شير اللي انت كنت بتاخده قبل كده ده كان تشيك بمعادله لوحده، وبالتالي انا زي ما دورت على اقصى عزم انا دلوقتي بدور على اقصى شير، واقصى شير بيبتدي ان انا احط الحمل فين؟ عند الركيزه. ودي امرها سهل مفيش فيه تجارب. يعني انا ببتدي اعمل ايه؟ اقول لك انا هبتدي من الركيزه احط حمل 12 ونص اللي هو ده، بعد متر 60 كمان واحد، بعد متر 60 كمان واحد، بعد متر 60 كمان واحد، على قد ما انت تقدر تاخد احمال مركزه حط متر 60 متر 60 متر 60. انا الكلام ده وصلني ل 4 متر 80. طب هي كانت كام؟ 5 متر. يبقى بعد 2 من 10 خلاص هي دي المسافه اللي باقيه. هل الاثنين هو الحمل اللي جاي بعد ايه؟ حمل موزع بعد 8 من 10 هيكفي؟ لا ما يكفيش. خلاص انا هنا هرجع اقول لك ان انا هنا جربت حاله تانية. تاني انا بتكلم ان انا ساتسفايد بالحاله دي وموافق عليها تماما. لو انت بتتكلم على ان انا جربت الحاله دي بس، لان دي الحاله اللي غالبا بتدي اكبر. انما واحد تاني قال لي طب ما ده حمل مركز على بعد متر 60، طب لو شلته وحطيت حمل موزع، يعني انا بعد 3 احمال مركزه شلت بعد 8 من 10 وحطيت حمل موزع، يعني على الحمل بتاعك هنا، يبقى دول الاربع احمال مركزه والموزع يمين والموزع شمال. على فكره دي اد تشير 26، دي اد تشير 25.9، ارقام قريبه من بعضها. ارقام قريبه من بعضها، ولكن في الغالب اللي بيدي ارقام اكتر، بس ما اقدرش اقول لك بنسبه 100%، ولكن هي بنسبه مقبوله. لو انت بتحان امتحان خليك دايما مع اكبر احمال مركزه تعرف تحطها. طب واحد هيقول لي طب انا التراس بتاعي او السترينجر بتاعي كان، اقول لك دي اول واحد عند الركيزه بعد متر 60 60 طلع بره خلاص. يبقى انت بتشوف الكاميرا بتاعتك هتكفي كام حمل ايه مركز. بعد ما تخلص الاحمال المركزه تشوف المسافه اللي باقيه، لو ينفع كمان بعد 8 من 10 احط موزع حط موزع. وكل مره احسب شير، والمره دي انا بسميه شير لايف لود، شير لايف لود. الكبير طلع 26، فجيت هنا في المساله قلت والله يا جماعه احنا اقصى شير موجود 26 ايه طن. ولو الناس فاكره قدام كان اقصى مومنت طلع جاي من الحاله دي المومنت 26 تقريبا و9 ايه و9 من 10. يبقى انت كده جبت لي اقصى مومنت هيجي من اللايف لود واقصى شير جاي من اللايف لود. في مشاكل الحته دي؟ طب هل دي بس الاحمال؟ لا، في عندنا حمل ثالث حاجه اسمها الامباكت. حد فيها حد يفهم او فاكر يعني ايه امباكت؟ حد ممكن يفيدني يعني ليه؟ ليه؟ الصدمة الصدمة. طب وايه الصدمة مثلا يا دكتور من الحمل الديناميكي بتاع بتاع القطر اللي هو الحمل الحركة بتاعه؟ ما هو يعني ايه؟ انا حد يفهمني يعني ايه حمل الديناميكي او حمل الصدمة؟ يعني ده دايما اي حد الحمل ده دايما موجود لما يبقى فيه حاجه اسمها موفينج لود. خلينا اقول لك مثال كده علشان تبقى فاهم القصه. خلينا نقول ان طب العجله بتاعه القطر دي مش مدوره، واخده خبطه كده اترزعت في حاجه ففي حته بايظه خالص من العجله. ايه اللي هيحصل والعجله ماشيه؟ العجله ماشيه مدوره وبعدين تيجي على الحته اللي مخبوطه تقوم راحت ترزع في السكه. حد متخيل المنظر اللي انا بقوله ده ولا لا؟ ما هو القطر يا دكتور بيت اني رجرج في واحد كان. لا خلي بالك ان في رجرجه عن رجرجه بتفرق. في رجرجه لسه هتكلم عليها قدام، حاجه اسمها لاترال شوك. انما اللي انا بتكلم عليه حركه العجل على القضبان. لو العجله دي مش مدوره، خلينا نقول هتبقى في صدمه كل فتره زمنيه اللي هي مسافه الدوران بتاع الحته اللي هي مش ماشيه مع الدوران. جميل بالظبط كده. يبقى انت لما يبقى في عندك في العجله دي لو فيها حته بايظه هتلاقي كل ما تيجي الحته دي هي اللي تيجي عند القطر تقوم رازعه في القطر رازعه في القطر رازعه في القطر. طب لو العجله بتاعتك بيرفكت مدوره والقضبان بيرفكت خط، مفيش حاجه اسمها صدم. بس موضوع بيرفكت ده موضوع غير موجود في الطبيعه، مفيش حاجه في الدنيا 100%.
اذا اللي بيحصل ان العجل اصلا هو مدور بس في الاخر مفيش حاجه 100%، يعني في نسبه ان الدوران بتاعه مش 100% سيدي 99%، مع الاستخدام القضبان بتتاكل شويه، حته من القطر اتاكل، مع الفرامل حته من العجله اتاكلت اكتر من الحته دي، فالدوران او القضبان بتاع العجل ما بتبقاش بيرفكت 100%. مش معنى كده ان هي بايظه لازم تتغير، لا هي لسه شغاله وعاديه، بس نتيجه الموضوع ده بيحصل دايما القطر وهو ماشي بيعمل حاجه اسمها صدمه في القطر، فده حاجه اسمها امباكت لود، ده لازم يتحسب من ضمن الاحمال. طب هم بيحسبوه ازاي؟ الكود بتاع الاحمال برضو هو اللي بيحسب ازاي تحسب الامباكت، حاجه اسمها دايناميك افكت او امباكت فاكتور، هم بيسموه بالامباكت فاكتور اي او ساعات بيسموه دايناميك افكت فاي، وهو اللي مديلك المعادله بتاعته، بيقول لك الفاي اللي هي الدايناميك افكت، ومديك قانون، القانون ده موجود في كود الاحمال ليس كود الاستيل، ده كود الاحمال، وبالتالي القانون ده بان انت مش هتخش الامتحانات بكود الاحمال فانت مضطر ان انت القانون ده محتاج تحفظه، ان الدايناميك افكت اللي هو الفاي بيساوي 73% زائد 2.16 من 100 على جذر ال 1 ناقص 2 من 10. وفي الكود بيقول لك وانا هاخد ال L1 بكام، فالكود يقول لك على فكره القانون ده احنا مش هنغيره، يعني في امباكت في السترينجر، ولما تصمم الكروس جيردر في امباكت، ولما تصمم المين جيردر في امباكت، كل اللي بيتغير في القانون هي ال L1 عوض عنها بكام. ودايما في الكود مدي لك والله لو بتصمم سترينجر خد ال L1 بكذا، لو بتصمم كروس جيردر خد ال L1 بكذا، لو بتصمم مين جيردر خد ال L1 بكذا. طب حاله السترينجر قال لك لو انت بتتكلم على الكاميرا ان هي سيمبل بيم خد ال L1 بايه زائد 3، يعني لو الناس فاكره الايه عندنا كان الكوبري 30 متر متقسم ل6 بانل، يعني الايه ب5، 5 زائد 3 8. ولو انت عايز تصمم السترينجر ده كان هو كاميرا كونتينوس خد ال L بتاعتك دي 3 ايه، ف3 في 5 بكام؟ ب15. يبقى الدايناميك فاكتور او الامباكت اللي احنا بنقول عليه ده في حال لو انت ناوي تصمم الكاميرا ان هي سيمبل بيم او ناوي تصممها كونتينوس بتفرق، السيمبل بيم هتعوض عن ال L بايه زائد 3، في الكونتينوس بايه في 3، 3 ايه. طب انا اعمل ايه برضو في الاخر ايا كان الامباكت، خلينا نقول انا هصممها سيمبل، فالفاكتور ده طالع 1.55. هرجع اقول لك الكلام ده لما تيجي تجمعه. انت دلوقتي في الاول خالص ما بدات كنت قلت لي في حاله ديد لود، فطلعت لي مومنت ديد لود، وبعد شويه طلعت لي مومنت لايف لود. اهنا اللي انا بقوله لك ان المومنت اللايف لود ده محتاج يتضرب في فاي اللي هي الواحد 1.55 اللي انا لسه حاسبها. على فكره الفاي هي هيها 1 زائد اي، يعني انت لسه حاسب في القانون اللي فوق الفاي ب 1.55 من 100، يعني الاي ب 55 من 100. هو الكود على طول اصلا بيحسب الفاي، فالفاي ب 1.55 اضربها في اللايف لود، يبقى كل الاستريننج اكشن اللي جت من اللايف لود بتتضرب في فاي. يبقى انت كده قلت ده تاثير الامباكت بتاع الحمل اللايف لود اللي بيتحرك. يبقى انت لما تيجي تجمع توتال ستريننج اكشن هتقول لي في ديد لود زائد لايف لود، واللايف لود مضروب في فاي. خلي بالك بكرر تاني، الفاي هي هيها ايكوال 1 زائد اي. الديد لود احنا كنا مطلعينها من الاول خالص لما جينا حسبناها، واللايف لود لسه قايل لكم عليها 26 وشويه. اضرب بقى اللايف لود في واحد في الفاي اللي هي 1 زائد اي اللي هي 1.55 من 100، يبقى ده كده اسمه ام ديد زائد لايف زائد امباكت، ده كده التوتال بتاع الاستريننج اكشن. ونفس الموضوع وانت شغال في الشير، ديد زائد لايف زائد، واللايف لود قصدي مش زائد، مضروب في ايه؟ في الفاي اللي هي 1.55. يبقى انت كده جبت لي ام ديد زائد لايف زائد امباكت وشير ديد زائد لايف زائد امباكت. الكلام ده فيه مشاكل؟ تمام يا دكتور. طيب انا عايز اصمم التصميم بمنتهى، الناس معاها كود الاي اس دي ولا معهمش كود اي اس دي؟ طيب للعلم بالشيء في الديزاين، احنا الديزاين في الكباري طبقا للمنهج اللي انتوا هتاخدوه السنه دي
بتصممه بكود مش زي بتاع تالت. احنا عندنا كودين في تالت، كود اسمه LRFD وكود اسمه ASD. الـ ASD ده اللي هو زي ما انا بشبهها دايما في الخرسانة كده، Working وألت لو انتوا سمعتوا عنها في الخرسانة. تالتة انتوا اخدتوا LRFD. هو ايه اللي حصل؟ LRFD ده اول لما احنا كان عندنا بداية الاكواد اصلا في الستيل كان عندنا كود اسمه ASD، ده كان بيشتغل في المباني وفي البيلدينج وفي الكباري وفي البريدج. بعد شويه راحوا عاملين كود جديد اسمه LRFD مباني اللي انتوا اخدتوه في تالت. طب الكباري ما نزلهاش حاجه اسمها LRFD، فاللي كان بيعوز يصمم الكباري لازم يروح يصممها بالكود القديم اللي اسمه ASD. يبقى انت عندك ال ASD ده شغال مباني وكباري. بعد شويه راحوا منزلين LRFD بس بتاع مباني بس. طب انا عايز كباري، قال لك لا ارجع صمم تاني بالكود القديم اللي هو الايه SD. في الفتره الحاليه يعني من سنه كده ولا حاجه نزلوا LRFD كباري، بس كباري طرق. طب كباري السكه الحديد الموضوع فيها شويه لخبطه، ولكن المفروض يعني احنا في سبيل التطوير مع الدكاتره في رابعه، يعني انا مش اساسي في رابعه، ان هم يبتدوا ينقلوا على الكود الجديد، لان احنا بقى حاليا متاح عندنا ثلاث اكواد ستيل موجوده، ASD وده مباني وكباري، LRFD مباني، ونزل في مؤخرا LRFD للكباري. ولكن المنهج اللي احنا شغالين عليه الترم ده احنا شغالين على الـ ASD ده الكود القديم، عشان كده شكل المعادلات ان كان نفس المخ شويه، ولكن شكل المعادلات والتعويضات ملهاش اي علاقه باللي انت اخدته في ثالث. طيب ايه مين للمشكله؟ وبعد كده على فكره هو الديزاين اللي انا هتكلم عليه ده ثلاث سطور ويبقى خلصنا. ايه مين للمشكله اللي احنا بنتكلم عليها؟ المشكله دايما في الكباري في حاجه اسمها الفتيك، حد سمع عنه؟ ايه يا دكتور تاني؟ فتيك، الكلال او التعب. يعني ايه فتيك؟ تكرار يا دكتور، اتدرب على العنصر بتاعي اكتر من مرة. جميل، الحمل بيتكرر اكتر من مرة. طب وايه يعني؟ هيأثر اثر الحمل اللي بيأثر عندي ده، ممكن حمل مرة يكون حمل ضعيف، مرة يكون حمل قوي، اثر على يعني اللي فهمته من البشمهندس وصول غلوش في الاخر، بس الخلاصه اللي بيقولها على ما اعتقد يعني لو كنت فهمت صح، بيقول ان الحمل بيتغير مع الزمن. يعني في حمل جامد دلوقتي بقى ضعيف، اتشال خالص جه تاني، فحمل بيتغير مع الزمن. هو ده الكلال. طب ماشي، ايه مشكلته يعني؟ هو ده بيأثر على العنصر اللي انا شغال بيه اللي هو الحديد. يعني الحديد بيتأثر بالكلام ده، ان انا مثلا بتني حديده وبسيبها وبتنيها وبسيبها بالظبط. اللي انا كنت بالظبط هقوله لما تيجي، حتى انا قلت مش هقول حديد، انا قلت سلك الكهرباء. لو حد قاعد يعني دايما لما يبقى عندك حته سلك صغيره كده وعايز بيعمل خلخله في الميكانيزم بتاع العنصر بتاعه، السلكه دي تانيها يمين وبعدين تانيها شمال وبعدين تانيها يمين وبعدين تانيها شمال، بعد كذا مره من عدد المرات تلاقيها راحت اتقطعت. هي اتقطعت ليه؟ ما استحملتش القوه؟ لا استحملت، بدليل ان انت لما تنيتها التانية رقم واحد الحديد ما انهارش وفضل مستحمل. يبقى اذا هي المشكلة مش قوة ان انت بتحمل بقوة عالية، ده الفكرة ان انت عمال تكرر الاحمال وتشيلها، تشيل وتحمل، تتحمل وتحمل. فلقوا ان دي قصة بتعمل عندك فيلير، فلقوا ان انت عندك مشكلتين في الحديد. ممكن الحديد كماتيريال ما يستحملش المومنت ده او الشير ده او ده، فده انهيار عادي زي بتاع ثالثه. ده المباني العاديه، الكاميرا دي عليها مومنت 20 ما تشيلوش انهارت، ومنها ان هي لا تعرف تشيله، بس المومنت ده عمال يجي ويروح بيجي ويروح. والمبدا العام ما دام بيجي ويروح بعد عدد مرات معين هيتكسر اللي هو عمر افتراضي بتاع المشروع. طب بعد كم سايكل؟ ان دي اللي هي عدد السايكلز، يعني زي ما انا قلت كده، انت جبت سلكه وتنيتها مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، بعد خمس مرات كسر. طب لو جبت سلكه كم اطخن شويه، جايز تبقى عايز تقعد تتني فيها 10 ولا 15 مره لحد ما ايه ما تتقطع.
وبالتالي لقوا ان انت علشان تعمل ديزاين لازم تشيك على حاجتين، تشيك على الماتيريال بتاعتك كحديد ان هي تستحمل، يعني من الثانيه الاولانيه للسلك القوه دي مش عامله مشاكل في الحديد ومستحملها، وتاني مره تضمن ان في عدد سايكلز معينه لازم يوصل لها قبل ما يحصل الانهيار، عشان كده في حاجه اسمها عدد السايكلز بقى 2 مليون مليون 500 الف، المهم عدد سايكلز الكود بيستحملها علشان يضمن ان المبنى ده هيفضل مستحمل ان الحمل عمال يجي ويروح في الفترة الافتراضية بتاعت المشروع اللي هي 50 سنة او 100 سنة. الكلام ده انا عايز الناس تشرحه، يعني المرة الجاية انا عايز الناس تبقى معاها في السيكشنز الكود اللي اسمه الاي اس دي، او على الاقل هرتب مع البشمهندسين المنسق لو موجود يرتب مع البشمهندسين ينزل لكم كود الاي اس دي ان شاء الله بي دي اف، عشان الحاجات اللي انا هقولها دي محتاج الناس ترجع تفتحها تاني في السكشن. انت بتخش الكود، ايه الفكرة بالنسبة لك؟ الفكرة الوحيدة ان انا عايزك تحفظ المعادلة دي، ده اقصى اجهاد نعرف نوصل عشان الكاميرا دي ما تنهارش فتيك. اقصى اجهاد عبارة عن حاجة اسمها FSR على واحد ناقص M dead على M dead زائد live زائد impact. هل الام ديد دي جبناها؟ احنا حسبناها فوق لما جينا حسبنا الديد لود والسترينج اكشن بتاعته. طب والتوتال اللي هو ام ديد زائد لايف زائد امباكت دي حسبناها؟ اه حسبناها. يبقى اللي انت مش عارف تعوض فيه في المعادله دي هي قيمه الاف اس ار. اف اس ار دي بنسميها ستريس رينج. اجيبها منين؟ ده الكود اللي بيحددها لك. طب بيحددها لك على اي اساس؟ بيحددها لك على اساس حاجتين، حاجة اسمها عدد السايكلز وحاجة اسمها شكل الديتيل. بتخش في الكود على ايه؟ يبقى انا الهدف من الكود ان انا اطلع الـ FSR. اطلعه ازاي؟ اول حاجة في عندك جدول بيحدد عدد السايكلز، وده جدول زي اللي انا كاتبه كده اسمه جدول 31B، جدول بتاع سكة حديد مكتوب عليه عدد السايكلز. بتخش عليه تقول له انا عايز اصمم فلور بيمز. فلور بيمز دي اللي هي كاميرات الاسترينجر. يقول لك والله اعمل حسابك ان عدد السايكلز اللي هيجي لك اوفر 2 مليون، فتقول لي ماشي، ادي اول معلومه. طيب الحاجه الثانيه يقول لك الكلاسيفيكيشن بتاع السكشن بتاع الديتيل. يعني ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الديتيل؟ دايما لقوا ان الفتيج ده عباره عن ايه؟ الفتيج ده عباره عن شرخ، بدايه شرخ. شرخ ابتدى يحصل في الحديد، قطع كده صغير يبتدي يزيد 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 يزيد، بس عمال يزيد وانت ما انتش شايفه، بس فجأة مرة واحدة في مدة قصيرة تلاقيه زاد زاد، الكاميرا اتكسرت وقعت. طيب اسأل سؤال، يبقى انت قلت لي فتيج دي عن الحمل عمال يتكرر او يزيد ويروح. طب افرض انت بتحمل حالتين وكل واحد يقول لي مين اللي في وجهة نظره الحمل الاكثر خطورة في الفتيج. انت بتشد الكاميرا بقوة 10 طن، وبعدين بتقلل الشد ده نخليها 5، بتشد 10 وبعدين 5 10 5، كل ده شد، ادي كاميرا. اول حاجة. التانية ان انت والله بتضغط، الكاميرا دي مضغوطة 10 طن، وبعدين تقلل الضغط ده 5 طن، تضغط 5 وبعدين 10، 10 طن 5 طن، بس كل القوة دي ضغط، مين أخطر في الفتيج؟ الشد أخطر. في الفتيج الشد أخطر، ليه؟ لأن أنت لو ركزت في كلامي هقول لك إن الفتيج هو هيزود الشروخ بسرعة أو قطع، فكل ما انت بتشد القطع ده بيفتح 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 لحد ما فجأة واحدة هتلاقي جاب الكاميرا نصين والكاميرا هتوقع. وبالتالي انا الكريتيكال عندي في الفتيج ان الكاميرا، بخاف ان الكاميرا يبقى عليها شد اكتر من الضغط. طب هو اصلا ايه اللي هيخلي الشرخ ده يبان ويبتدي؟ اللي يخلي الشرخ ده يبان ويبتدي ان يبقى في منطقة فيها تركيز اجهادات. وتركيز الاجهادات ده هيجي منين؟ احد اهم المشاكل اللي بتبقى نقطه فيها تركيز اجهادات فتخاف ان الفتيج يبتدي منها مناطق اللحام، وتحديدا يسموها بال الستارت والستوب بوينت.
يعني اول ما العامل يبتدي يلحم وبعدين ماشي بيعمل خط الحام واخر خط الحام لما شال المكنه بتاعته. عموما وجود اللحام ده مناطق، ما اللحام ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيبقى المناطق اللي ملحومه دي عليها شويه ستريس زياده من السخونيه، فبتبقى مناطق عرضه اكتر ان يحصل فيها فتيك لو انت رحت مغير القطاع فجاه. عشان كده دايما في شويه اشتراطات سخيفه في الكباري لما تعوز تغير الحديد. يعني انت مثلا بتقول للكاميرا انا كبيره انا عايز اصغرها شويه بقى عشان الاحمال قلت، لازم عشان تصغر تصغر بالراحه وفي طول معين، وانما القطاع يقف ويبتدي مره واحده تغيير مفاجئ في القطاع ده منطقه تركيز اجهادات، واي نقطه تركيز اجهادات بتبقى نقطه عرضه ان يحصل بدايه فتيك فيحصل فيها انهيار او تقلل لك في الديزاين بتاعك. انا اللي انا بقوله ده انا بقول لك علشان ايه؟ لو انت بتصمم كاميرا سترينجر قطاع جاهز من الجدول فيه الحامات؟ لا ما فيهوش. طب لو بتصمم قطاع بلت اب، يعني انت اللي هتجيب فلانجه ويب وفلانجه وتقعد تلحم فيهم وتعمل الكلام ده، فيه الحامات؟ اه فيه الحامات. الاثنين في الفتيك زي بعض؟ يعني انا لو جبت قطاع زي الاي بي اي مثلا ال 400 بنفس الدايمنشن ورحت عملته بلت اب، الاثنين زي بعض في الفتيك؟ لا البلت اب اخطر. اشمعنى؟ عشان اللحاه. عشان كده دايما طبقا لنص الكود ما ينفعش في الكباري اي حد يغير اي تفصيله واي ديتيل في حاجه جايه له من التصميم غير لما يرجع للديزاين عشان الفتيك. يعني انت ما لقيتش القطاع ده فتقول له انت مش عايز فلانجه كذا ويب كذا، ما هو بدل القطاع اللي انت جايبه جاهز ده انا هعمله لك قطاع بلت اب، ما هو نفس الحديد انت زعلان ليه؟ اه فتيك ده مش زي ده. القطاعات اللي ما فيهاش لحام بتتصمم ديتيل ايه زي ما هو موجود كده في جدول اسمه جدول 3-3. طب قطاعات فيه لحام لا بتبقى ديتيل اقل شويه. طب الكاميرا دي فيها اخرام مسامير، طب الكاميرا دي فيها وصلات لحام، طب في كونكشن في الممبر، كل تفصيل على حسب شكل الكاميرا اللي انت بتعملها ايه الكونكشنات اللي داخلاها والحام ولا مسامير بيديها كاتيجوري ويقول لك الكاميرا دي انا هصنفها ديتيل ايه ديتيل بي ديتيل سي وهكذا. اعلى حاجه فيهم خالص اللي هي ديتيل ايه، كاميرا هوت رولد سيكشن ما فيش فيها اي لحامات ولا اي كونكشن، ودي اللي موجوده في الاسترينجر لان انا هصمم الاسترينجر حالا اي بي اي، فكاميرا مش بلت اب مفيش فيها الحمايات مفيش فيها كونكشن يبقى دي ديتيل ايه. طب افرض واحد في الموقع قال لك ما تيجي نعمل ضلع حديد كده ونثبته في الاسترنجر بمسمارين ونعمل لحمات، هو ايه مشكله الكلام ده؟ في المباني تمشي ما بتزعلش قوي، انما في الكباري لا، انت لحمت في الكاميرا، الكاميرا دي ما بقتش ديتيل ايه، بقى فيها كونكشن، الفتيك بتاعها بقى غير، الديزاين بقى غير. انما الحاله العامه عندنا في الـ في الـ في الاسترنجر ان احنا ديتيل ايه عدد الكونكشن او سوري قصدي عدد اللود سايكلز عدد السايكلز اوفر 2 مليون، وده جاي من جدول بتخش بالرقمين دول على جدول ثالث اللي هو تيبل 3 2 تجيب حاجه اسمها الاوبل ستريس رينج اللي هي الاف اس ار 1.68. الناس احيانا بتقول لك انا حفظتها الاف اس ار في الاسترنجر 1.68، انما انا اتمنى الناس ما تحفظهاش، اتمنى الناس في السكشن تفتح مع المعيدين الكود وتطلع جدول 3 1 بي تطلع عدد السايكلز، وجدول رقم 3 3 تطلع ان هي ديتيل ايه، وبالمعلومتين دول تروح على جدول اسمه جدول تيبل 3 2 تطلع الاف اس ار اللي هي ب 1.68. يبقى انت هنا مشكلتك ان انت كنت بتروح تحسب الاف ماكسيمم اف اس ار على 1 ناقص ام ديد على ام ديد زائد لايف زائد امباكت. انا كنت بقول لك ازاي تحسب الاف اس ار، طب والام ديد والام ديد زائد لايف زائد امباكت دي احنا جايبها في الاول طلعت بكام؟ طلعت ب 1.74، ده اقصى ستريس الكاميرا تعرف تشيله علشان الانهيار ما يحصلش فتيك. اه بس خلي بالك انا قلت لك حاجتين، انا قلت لك ان اصلا في ستريس كمان للحديد، والحديد اقصى ستريس هيشيله طبقا للكود بتاع الاي اس دي 64% اف اي. يبقى انت عندك رقمين يحكموا لك الديزاين، الفتيج مدي لك 1.74، والحديد اقصى اجهاد يستحمله كماتيريال حديد زي ما انا قلت لكم السلك كده لما تنيته اول مره ما اتقطمش، فاقصى اجهاد كحديد يعرف يشيله
64% اف يلد طلع 1.79 يبقى مين فيهم اللي هيكنترول الديزاين؟ تاخد الرقم الاقل، يبقى انت بتحسب رقمين وبتاخد الاقل، اف ماكسيمم ده بتاع الفتيج والاف بي ده بتاع الحديد. الاقل هنا كان طلع 1.74. حد فاهم حاجه في الرقمين اللي انا قلتهم دول؟ يبقى دول اللي انا قلت لك، انا قلت لك الديزاين خمس سطور، ادي سطرين او ثلاثه حتى، لان انا بقول لك اول سطر خالص ان الاف اس ار ب 1.68. يبقى انت بتخش الكود تجيب قيمه الاف اس ار اللي انت قلت لي هتطلع ب 1.68 دايما في الحاله اللي انا بتكلم عليها دي. بعد كده تروح تعوض حاجه اسمها اف ماكسيمم بالقانون بتاعها، اف اس ار على 1 ناقص ام ديد على ام ديد زائد لايف زائد امباكت، طلع ب 1.74. تروح تحسب الاف بتاعه الحديد، ثبتها معاك 64% اف يلد، طلعت ب 1.79. خد الرقم الاقل يبقى 1.79. طب اعمل ايه؟ قول لي والله انا محتاج قطاع بقى الزد بتاعته عباره عن الام على الاف الاقل اللي انت جبتها اللي هي 1.64. المومنت كان على المساله كام؟ 43 طن متر. طبعا انا ضربت في المية عشان وحدات تبقى سنتي، يبقى 43 و16 من 100 مضروبه في 100 على الاف ماكسيمم اللي هي 1.74 طلعت 2477. معنى كده ان انت محتاج قطاع الزد اكس بتاعته تجيب 2477. خش الجدول بقى بتاع القطاعات وشوف لاي قطاع اي بي اي الزد بتاعته جايبه 2477. انا هنا لقيت اي بي اي 600، الزد بتاعته 3070، فقلت يبقى هو ده القطاع اللي هيظبط معايا. اقول تاني الثلاث سطور اللي انا عملت بيهم الديزاين. اول حاجه من الكودز دخلت جبت الاف اس ار ب 1.68، عوضت في قانون انت حافظه الاف ماكسيمم بتساوي اف اس ار على 1 ناقص ام ديت زائد ام ديت زائد لايف زائد امباكت. حسبت الاف بي من الاف ماكسيمم والاف بي الاثنين دول، اخدت القيمه الاقل، دخلت وقلت لي انا محتاج قطاع الزد الريكوايرد اللي انا محتاجها عباره عن قيمه المومنت على الاف المينيمم اللي انا اخدتها من الاثنين اللي فوق اللي هي 1.74. دخلت الجدول بتاع القطاعات، شفت قطاع الزد بتاعته تبقى اكبر من 2477، لقيته اي بي اي 600، فقلت خلاص يبقى احنا هنشتغل اي بي اي 600. الزد بتاعته كانت ب 3070. الكلام اللي انا قلته ده فيه مشاكل؟ لا تمام يا دكتور. عايز تزود وتخلص الديزاين بتاعك، ما هو في شير، فلازم تعمل كمان تشيك على الايه؟ على الشير. دايما للعلم بالشير، كود بتاع الاي اس دي ده اسمه اللو بالستريس ديزاين، يعني دايما بيعمل التشيك بتاعه بالستريس، يعني يحسب الاستريس الاكشوال والاستريس. معلش يا جماعه، يحسب الاستريس الاكشوال والاستريس المسموح بيه ويقارنهم مع بعض. فدايما الكود بتاعك ده بيحدد ايه هي اقصى اجهادات مسموح بيها، اسمه اصلا الكود اللوبل ستريس ديزاين. فدايما اي تشيك في الكود ده انت بتحسب رقمين، الاجهاد الاكشوال اللي موجود على المساله بكام، وده بيجي اصلا من الاستراكشر. مش انتوا اخدتوا الاستريسز في الاستراكشر؟ عشان كده دايما المقوله تقول لك ان الستيل وستراكشر يعني قريبين من بعض، ولاد عم، لان احنا كان الكود بتاعنا بيشتغل على الاستريس. روح احسب الاستريس الاكشوال زي المعادلات. مش انتوا اخدتوا المعادله بتاعت النورمال استريس ان على اريا زائد ام اكس على اي اكس زائد واي زائد ام واي على اي واي؟ مش اخدتوا المعادله دي؟ فانا بحسب الاستريس الاكشوال وده استراكشر واقارنه بالكود ايه هو الاستريس المسموح بيه. اخدته كمان الشير ستريس، الاجهاد الاكشوال بتاع الشير ستريس ان انا اخد الشير واقسمه على الاريا بتاعه الويب. انا خلاص من الخطوه اللي فاتت عرفت ان انا اي بي 600، فالستريس الاكشوال ان انا اخد قيمه الشير واقسمها على الاريا بتاعه الويب. اريا الويب ده اي بي 600، فتخنت الويب او طول الويب 60، فتخنه 1.2. طب انا ضارب في 85%، اعمل عليها دايرتين كده كويسين، ولما يجي دكتور ايهاب يشرح لك حاجه اسمها الكونكشن يبقى اساله هو انت كنت بتضرب في 85% ليه في التشيك بتاع الشير. الرقم ده طلع 68%،
الكود فتحته ايه هو الاجهاد المسموح به في الشير، فطبقا للكود اقصى اجهاد للشير ستريس ان انت توصل ل 35% اف اي. لو ضربت في اف اي ده انا كنت ستيل 44 فضرب في 2.8 طلع 98%. يبقى تاني اللي تشيك بتاعك عباره عن ان انت بتحسب الاجهاد الاكشوال وتقارنه بالاجهاد الالاول. الاجهاد الاكشوال في الشير كيو على اريا ويب، والمسموح به طبقا للكود 35% اف اي. اقارنهم مع بعض، ما دام الالاوبل اجهاد الكود اكبر من الاجهاد، يعني الاجهاد اللي الكود بيسمح به اكبر من الاجهاد اللي موجود في الكاميرا، يبقى الكاميرا دي كده بالنسبه لي ايه؟ سيف. الكلام ده فيه مشاكل؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. في اخر حاجه في الدقيقه دي احنا كل اللي احنا شغالين عليه ده، احنا شغالين ان السترينجر ده كاميرا سيمبل. احنا من اول ما اشتغلنا المساله والسترينجر ده كاميرا سيمبل بي، واحنا بنحسب المومنت واحنا بنحسب اللايف لود والديد لود. انما انا في النص هنا كده وانا بحسب الامباكت قلت لك طب لو انا عايز اصممها كونتينوس هتفرق في ايه؟ وانا هرجع للمساله اللي فاتت وانا عمال احمل ديد لود واحمل لايف لود واجرب حالات تحميل هرجع اغير فيها؟ لا مش هغير. امال ايه اللي هيحصل؟ قال لك لو انت ليك مزاج تصمم الكاميرا ان هي كونتينوس هنعمل كده. هنعمل ايه؟ بنرجع نعمل اعاده، اشتغل المساله كلها كانها سيمبل. يعني لو انا رجعت المساله من قدام عشان ما حدش يلخبط، هو الديد لود اللي انا قلته اتكلمت عليه من شويه ده مش كان على السيمبل بيم؟ اه على سيمبل بيم. هيفضل على سيمبل بيم، طلع المومنت بتاعك سيمبل بيم عادي خالص، وبعد كده تقعد تجرب في حالات تحميل اللايف لود عشان تجيب اقصى مومنت سيمبل بيم اه سيمبل بيم، واقصى حالات تحميل علشان تديك الشير سيمبل بيم اه سيمبل بيم. كل ده شغال سيمبل بيم. لو انت عايز تصممها كونتينوس الموضوع مش هيفرق معاك الا من اول هنا. الامباكت فاكتور في السيمبل ما كانش زي الكونتينوس، فالديناميك فاكتور فايح قيمته هتتغير. فلما تيجي تجمع مومنت ديد زائد لايف زائد امباكت، قيمه الديد لود هي هي، اللايف لود هي هي، امال ايه اللي اتغير؟ حتى لو الناس فاكره انا كنت بطلع الواحد زائد اي اللي هي الفاي ب 1.55 بقت 1.32. يبقى انا ابتديت افكر ان انا عايز اصممها كونتينوس وانا بحسب الامباكت اللي هو الديناميك افكت. ولما جيت اجمع ديد ام ديد زائد لاي زائد امباكت القيم اتغيرت لان الفايل اللي انا بضرب فيها اتغيرت. المومنت هنا طلع 37 والشير طلع 35. ايوه بس انت كل اللي انت عمال تحسبه من الاول ده بتاع السيمبل، قال لك ما احنا هنعمل زي ريديستريبيوشن طبقا للكود اللي بيقول. قال لك المومنت السيمبل اللي انت جبته ارجع اعمل له اعاده توزيع كانه كاميرا كونتينوس، فيبقى المومنت الموجب 8 والمومنت السالب 75%. يبقى انا هحل كده كده الاحوال بتاعه الكاميرا كان هي سيمبل بيم وهخلص المساله. انما لما اجي اصمم في الاخر هقول لك طب انا عايز اصممها كونتينوس، اقول لك اعمل ريديستريبيوشن المومنت اللي انت كنت جايبه من السيمبل بيم. لا، لو هي كانت كونتينوس كان هتطلع المومنت بالمنظر ده، موجب وسالب. السالب دايما 75%. طب والموجب 8 دايما ما عدا اول باكيه خالص في الكونتينوس بتبقى 9. طب هتفرق معايا ايه في الديزاين؟ هما نفس الخمس خطوات. اه ما احنا اتفقنا ايه هما الخمس خطوات بتوع الديزاين اللي انا قلتهم في السيمبل. اول حاجه بتخش الجهود تجيب حاجه اسمها اف اس ار، بعد كده تروح تحسب اقصى اجهاد للفتيج لو الناس فاكره اسمه اف ماكسيمم، وتروح تحسب حاجه اسمها الاف بي اقصى اجهاد للحديد اللي هو 64% اف يد، وتاخد الصغير اللي فيه. بعد كده تقول لي الزد اللي انا محتاجها عباره عن المومنت على الاجهاد الاقل، وبعد كده تقوم داخل الجدول شايف زد اكبر من الزد اللي انت جبتها دي، يبقى انت خلصت الديزاين. فهم خمس سطور، اقولهم تاني تبقى عارف قيمه الاف اس ار، تعوض تجيب الاف ماكسيمم، كمان في عندك اف بي بقى عندك 2 اجهاد، واحد فتيج واحد ستيل، خد الاقل. بعد كده قول لي الزد اللي انا محتاجها عباره عن المومنت على الاجهاد الاقل، طلع قيمه، خش الجدول هات قيمه اكبر منها. دول الخمس سطور.
الكلام ده هو اللي انت هتعمله هنا، بس كل الفرق ان انت هتعمله مرتين. الكونتينوس بس دكتور ناخد اكبر مومنت نصمم عليه وخلاص. لا بس الكونتينوس بقى فرق ان انت عندك مومنتين، واحد موجب وواحد سالب. فانت هتصمم الخمس خطوات اللي انا قلتهم دول هتعملهم لي مرتين، مره للسكشن الموجب ومره للسكشن السالب. لما تيجي تعمل السكشن الموجب هتاخد المومنت اللي هو 8 من 10، لما تصمم السالب هتاخد المومنت اللي هو 75 ايه من 100. هيجي زي الباشمهندس يقول لي طب ما كده كده ال 8 من 10 اكبر ما نعمل الكبير. هقول لك ما هو الاف اس ار في الموجب مش زي الاف اس ار في السالب، فانت مضطر تعمل الاثنين. السكشن الموجب الاف اس ار بتاعته ب 1.68، وبالتالي قيمه الاف ماكسيمم هتروح تحسبها، والاجهاد بتاع الحديد 64 من 100 اف متغيرش. وخلي بالك انت بتصمم ما بتاخدش بقى المومنت كله، انت بتاخد 8 من 10 بس، وتقول لي في الاخر الزد عباره عن المومنت على الاف ماكسيمم، طلعت الزد اللي انا محتاجها. هما نفس الخطوات بتوع السيمبل، هما هتعملهم كمان مره، بس المره دي تقول لي لا ده السكشن السالب. ايه اللي اتغير؟ ان الاف اس ار في السكشن السالب 1.12. حتى انا مش هجيب دول، انا هعلم لك على هنا. يبقى كل الفرق ان كان هنا 1.68 بقى 1.12، وبالتالي قيمه الاف ماكسيمم اللي انت بتحسبها دي هتتغير. 64 من 100 اف يلد دي مش هتتغير، بس جايز لما دي تتغير ودي تتغير الاقل يختلف. المومنت ما بقاش 8 من 10 بقى 75 من 100، وفي الاخر تروح تجيب الزد. اقول تاني، يبقى هم الديزاين بتاعنا يا جماعه الترم ده هم نفس الخمس خطوات، الاف اس ار بكام، اجهاد الفتيج بكام، اجهاد الحديد بكام، خد الرقم الاقل، هات الزد، نقي قطاع. هم خمس خطوات. في الاخر اخد الزد الكبيره في الاثنين يا دكتور صح؟ بالظبط. في السيمبل انت بتعمل القصه دي مره واحده باف اس ار واحده ب 1.68. طب في الكونتينوس هتعملها مرتين، مره لقطاع موجب ومره لقطاع سالب. القطاع الموجب الاف اس ار ب 1.68، القطاع السالب بواحد وكام؟ و 12. المومنت الموجب ب 8 من 10، المومنت السالب ب 75 من 100. فبتعمل نفس الخمس خطوات، مره للسيمبل بالاف اس ار بتاعتها 1.68 والمومنت بتاعها 8 من 10، ومره للمومنت السالب بالاف اس ار ب 1.12 والمومنت 75 من 100. دي طلعت زد 2300 ودي طلعت زد 1600، مشيت مع الزد الكبير واخترت قطاع. المتوقع ان الكاميرا الكونتينوس غالبا بتطلع قطاع اقل. فلو الناس فاكره في السيمبل كانت 600، انا هنا ظبطت معايا 500 وكام؟ 550. طب مين اللي بيحدد؟ والله انت اللي بتختار. عايز تصممها سيمبل انت حر، عايز تصممها كونتينوس انت حر، فانت اللي بتختار في الديزاين. طب وفي الامتحان المفروض ان هو لو حدد لك حاجه اشتغل بيها، يعني لو قال لك صممها لي زي سيمبل بيم اشتغلها سيمبل، صممها لي از كونتينوس بيم صممها كونتينوس. طب ما قالش اختار اي واحده واشتغل عليها. طب وهي تبقى سيمبل ولا كونتينوس في الطبيعه؟ انا لما اجي احط الكاميرا اقول لها معلش انا مصممك سيمبل فاشتغلي سيمبل، او معلش انا مصممك كونتينوس فاشتغلي كونتينوس. تفرق. انا اللي هوصلها بقى ايه، انا اللي يعني لو وصلتها ما بين كل كروس جردر وكروس جردر. انت اللي هتعمل الكونكشن. هو ايه اللي هيخليها سيمبل او كونتينوس؟ ما هي سيمبل او كونتينوس دي عند الكروس جردر. فوانت بتعمل الكونكشن ما بين السترينجر والكروس جردر، وده هتاخده مع دكتور ايهاب مش المحاضره الجايه اللي بعدها، هيقول لك اللي عايزها سيمبل يعمل الكونكشن بالمنظر ده، واللي عايزها كونتينوس يعمل الكونكشن بالمنظر ده. فاللي صمم حاجه يعمل الكونكشن بتاعته علشان تبقى الدنيا ظابطه مع بعض. عايز تصمم سيمبل اعمل كونكشن سيمبل، عايز تصمم كونتينوس اعمل كونكشن كونتينوس. كنت يعني ايه متوقع ان حد يسالني سؤال وجيه، وانا صممت المومنت الموجب على كام؟ على 8 من 10 صح؟ ايوه. طب وفي باكيه 9 من 10؟ الناس ركزت وانا بقول لك الريديستريبيوشن
المومنت السالب كله 75%، صممت عليه وسيف. طب المومنت الموجب كله 8/10 ما عدا الباكية اللي في الاول والباكية اللي في الاخر. طب انا دلوقتي صممت القطاع انه هو يشيل 8/10، انت بتقول لي اول باكية 9/10، طب ده كان المفروض نعمل الديزاين بتاعنا على 9/10. اقول لك لا، مش همشي انا كوبري 20-30 متر، يعني انا مثلا بحله 30 متر، مش همشي القطاع بتاع الاسترنجر 30 متر علشان انا كان المومنت زيادة شوية في اول باكية وفي اخر باكية. اقتصاديا انا بصمم على المومنت 8/10، بس خلي بالك انت احتمال يبقى عندك مشكلة في اول باكية وفي اخر باكية، فيعني هذه الزيادة يعني مش عايزها، ولكن للعلم بالشيء المفروض تعمل تشيك تقول لي انت اخترت اي بي اي 550، يا ترى الاي بي اي 550 انت متأكد ان هي شايلة 8/10 ام؟ هتعرف تشيل 9/10 ام؟ والله جايز شالته سوكي خلاص، يبقى الاي بي ال 550 تمشي من الاول للاخر. طب ما شالتوش نعمل هونج طلعت انسيف. انا ما بغيرش القطاع، امال انا بعمل ايه؟ انا برجع اعمل تدعيم للكاميرا بتاعتي في اول باكيه وفي اخر باكيه، اقعد الحن فيها شويه بلتات واكبرها شويه عشان تستحمل المومنت شويه اللي زادت. مين اللي اوفر بقى، اخد كاميرا كبيره من الاول للاخر ولا اخلي الكاميرا صغيره وادعمها في اول باكيه وفي اخر باكيه؟ اقتصاديا طبعا امشيها صغيره من الاول للاخر وادعم لو احتجت في اول باكيه وفي اخر ايه باكيه. يبقى هو المفروض بما يرضي الله يعني اشتغل على المومنت السالب اللي عليه مومنت 75% والمومنت الموجب اللي عليه 8/10، وبعمل تشيك على المومنت 9/10. لو الكاميرا اوتوماتيك شالته والفرق مش كبير خلاص كان به، ما شالتوش يبقى انت محتاج تدعم الكاميرا دي في اول باكيه وفي اخر ايه وفي اخر باكيه. والتشيك ده دكتور ما بنعملوش في الامتحان، مش طالبه قوي يعني، هو في الاخر هم نفس الخط، خمس خطوات على فكره، هم نفس الخمس خطوات. طب بالنسبه لكرم الشير يا دكتور لما تبقى كونتينوس، خدها هي نفس كنت الشير مش هتفرق يعني، خد نفس كنت الشير وخلاص. اللي عندنا 35 طيب، يعني قد تكون المحاضرة زحمة شويتين، فأنا معرفش حقيقتها الناس فهمت حاجة ولا ما فهمتش، لأن كان لسه في حد معانا يعني، أنا متهيألي الناس كلها خلاص. يا ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور والله. إيه؟ معاك يا دكتور. مع حضرتك بقول لحضرتك ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. انما بقيت الناس انا مش سامع الاثنين من اول ما اشتغلت، في 80 واحد فاتحين البتاع ونايمين دلوقتي عشان مستنين الفطار. لا بس هم الاثنين دول اللي سام بتاع صحيين يا دكتور. معاك يا دكتور اصلا صحيين والله. كلموني يا بتر عن الدفعه يا دكتور. احنا كان عندنا مناقشه مشروع ستيل الصبح يا دكتور من الساعه 11 للساعه 4:30 والله. مناقشه مشروع ستيل يعني مناقشة اللي قوي مع الباشمهندس.